الموجة بتبوح ترسم صور تيفيق ماضيها نغمة حب وهمسة روح دقات قلب تقول شو فيها يا عيون إسرار الوجع صور كيفيه ماضيها والريح تغدر بالحبق والعاصفة تطير ورق من هالزمان اللي مرق وبضو الشمس ترميها والريح تغدر بالحبق وش الصبح خير شو في ولا حاجه نور بس بفكر من امبارح يعني في اللي احنا نعمله مع امير خير خايف نكون بنظلمه معانا هو مصر على اللي هو بيقوله بيقول ان هو ما كانش قصدي يسرقنا ولا حاجه كل ده كان فيلم بيعملوا عليهم كذاب خليك حاطط براسك يا هاني انه امير واحد كذاب وندل واذا بيبلع لي المصحف ما رح سده طب نور طب افترض معايا كده ان احنا بنظلمه ده لو طلع حقيقي نبقى احنا بندمر له حياته بندمره وده اخونا نور اذا كان الغريب بنديله فرصه اخونا مش هديله فرصه أنا أقول لك على حاجة، أنت عارف إن فريد نوحده أنا ولا بطيء ولا بطيء سيرته، بس بفتكر له حاجة عدلة واحدة بس عملها لنا، إن هو عمل لنا عيلة بجد وخلانا إخوات، إحنا إخوات يا نور، فما ينفعش لأي سبب كده ننهي العيلة دي وندمر كل اللي بينا، ويكون في علمك إحنا لو عملنا موضوع البلاغ ده مش الاتنين دول بس اللي هيروحوا السجن، أمير هيروح معاهم، أمير اللي تربى بينا، أخونا. فكر نور في الكلام ده
هاي مجنون. مرحبا، كيفك؟ اشتقت لك. تفضل. حلو البيت. ايه مهضوم اكيد، مو مثل الفيلا بس انه ماشي حاله. تفضل. لا حلو لذيذ. انا جبت لك معي هدول. اوكي نشرب قهوه وبنروح المخبر صح؟ يلا. اوكي. لما فت لجوا كيف فيني اعتذر لك؟ توقف شرب. هي مو هيك القصة. القصة اني انا قعدت مع حالي وصفنت، لقيت حالي اتعس بني ادم على وش الارض. كنت ما لقيت حالي غير عم بشرب. شو عم تحكي فادي بشرف؟ انت شايف في اتعس مني هلا؟ ليه ما بشرب؟ يعني اذا كل واحد بده يحس بضعف او عنده شي مشكله بده يروح يشرب مصيبه. فادي انا بدي حدا واعي احكي معه، ما بدي احكي مع حالي. معك حق. مظبوط حكيك. خلص ماريا، وعد مني وعد حقيقي بحياتي ما عاد حطه بتمر. خلص وعد جد. آخر مرة بتوعد؟ رح غير ثيابي دقيقتين وبكون جاهزة. اوكي يلا. مستنيه حدا؟ لا هي اكيد ماما. على فكرة ما بقت عايشة معي هون بالبيت، خليني اشوف شو بدها. هيك شبيك جاي. شو تعمل هون؟ ميرا اتصلت فيي وقالت انه بدها يعني بشغلة ضرورية. انت شو استفدك منها؟ انت ما فيك تمنعني اقول الحقيقة ولا حتى فيك تمنعني شوف مجد. بس ولا حرف. زي السلامة تحت. يلا. سكر الباب وتعالي شوف. اسمعيني لك الكلمتين. أنا رح أعرض عليك عرض. نحن فكرنا بالموضوع وقررنا. ركزي مظبوط وما في حل تاني. نحن ما بدنا أميركم متورط بهي القضية. شو يعني؟ كثير صعبة تفهميها؟ ما بدي أخي يتحاكم معكم. أمير أخوكم؟ ليش أنت ما شفت بعينك شو كان عم يحكي عنكم بالفيديو؟ أمير مريض، أمير ما بيحب حدا. هلأ هو صار أخوكم بعد كل شي عمله، وأنا بدكم تشلفوني برا؟ أنتِ ما دخلك إطلاقاً، هي مسألة بنحلها بيناتنا نحن الإخوات. طلعي منها بتعمر، إيه؟ لا، ما حذرت نور. ما رح اطلع منها ولا اجري اذا عملت ولا لا. بعدين حط ببالك انه مو ميرا اللي بتقبل تقضي حياتها بالحبس، وامير قاعد معزز مكرم برا. طيب اسمعي اللي بدي اقول لك اياه وبعدين تفلسفي. المطلوب منك هو التالي. بتروحي بتوقعي على اقرار انه انت ما الك اي علاقه باملاك فريد نوح،
بتروحي كمان بتصححي ورق نسبك، وبعدها ما عم بدي اشوف خلقتك، فهماني؟ انا ما عم صدق انت عم تعمل هالشي كلياته مشان امير. ايه مشان امير، لكان مشان سواد عيونك. هي آخر مرة بتشوف فيها أميرة بدون علمنا، فهمان؟ يلا حاني عنا خلنا نشوف. مرحبا. يلا تفضل. عفوا أستاذ فادي من هون؟ لا والله أستاذ فادي اليوم ما أنا موجود، بس أنا مساعدك، بيساعدك بشيء؟ لا بس الحقيقة أنا جاية زيارة شخصية، يعني حابة أعمل مفاجأة. على كل حال أنا بعتذر بالنيابة عن الأستاذ فادي، تحبي خبره أي شيء بس يجي؟ بس قل له الآن سلمى مرقت عليك على المكتب، إذا تواصلت. وصل. إيه صح، في عندكم شيء مزهرية هون بالمكتب؟ ولا يهمك، بنلاقي لها شيء. لو سمحت. يلا. شكراً. مع السلامة. إن شاء الله يقدر يشوفهم قبل ما يقبل، بالإذن. شباب أنا وصلت لاتفاق مع ميرا. اتفاق شو هالمرة كمان؟ مشان حضرته ما يتورط بالنصبة ويتخ بالحبوس. لا 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 معلش، بدك تسمح لي، هاي الفكرة بدك تشيلها من راسك نهائيا أنت وكل الشباب. أنا هدفي واحد، أني أثبت لكم بالدليل أنه هدول التنتين نصابين من أول يوم وصلوا فيه لهون. كيف؟ مسمح لي أي طريقة بعملها. مثل ما بدك، بنرفع دعوى وبتكون واحد من المتهمين، ما في اي مشكله، تكرم عينك. ايه ده امير، ايه الاتفاق اللي وصلتوا معاه؟ مو مهم طالما حضرته مو مقدر الشيء اللي عم نساويه كرماله غصبا عنا، مو مهم. ايه بس بدنا نفهم شو هو هذا الاتفاق يا نور. تكرم عينك فادي، ميرا رح تساوي كل المعاملات لحتى تصحح نسبها، ورح توقع على اوراق بأنه هي مالها علاقة بأملاك فريد نوح الله يرحمه. أيوة طيب وبعدين؟ يعني إذا وفينا ما في شيء، خلص ما عاد منشوفهم بحياتنا، وحضرته بينفد بريشه. كتر خيرك، شكراً أنك رح تخليني أنفد بريشي، بس أنا مالي موافق. هدول التنتين بدهم يحملوا حالهم وينفدوا بريشهم هيك بدون ما يتحاسبوا؟ كيف بقى؟ لا في يعني عدم استيعاب، هذا الحل مشان انت ما تنحط بالحبس. ايه؟ والا انا مني وعلي تنرمي بالحبوس والتخ كل عمرك، ما بيفرق معي. اذا طلع بايدك لا تقصر. انا عم اقول لك لا تقصر. بالنسبة لي انا مالي موافق، انا بعرف حالي تماما شو كنت عم بعمل، انا نيتي صافية، معكم كلكم، كلكم. ومين قال انه من حقك اساسا توافق ولا تعترض؟ يعني هلا هيك بتكون حلت المشكله؟ نور انت مفكر انه ميرا وامها رح يتركونا بحالنا اذا ما تحاكموا؟ انا رح كون مسؤول انه ما يبينوا بحياتنا ابدا، اكثر من هيك ما بقدر اوعد. رح تكون مسؤول مثل كل عمرك. طبعا نحن انا ادرى فيك، منحب نذكرك استاذ نور، اذا انت مالك عرفان حالك انك ما بتقدر، انت اكثر واحد ما بيقدر يخلص من ميرا وهي قدام الشباب كلياتهم. تنسيت حلقك، فهمان؟ انا بيني وبين ميرا ما عاد في شيء، نقطه انتهى. وبركي كانت محضرت لك شيء مفاجاه مثلا. مفاجاه شو؟ شو بيعرفني؟ ما بعرف انت شو مخبي لنا اصلا. شباب هذا الحكي هاني فادي مجد، هدول التنتين من لما بلشت قصتهم ما اجوا لحتى يطلعوا على الفاضي، طالما صحح لهم ينهبوا ويعبوا جيوبهم ما رح يقصروا، ما رح يقصروا، ما رح يقصروا. صرت قايلها مليون مرة. خليها ببالك، رح طلعهم وايديهم مقطوعة. لك شفناك فوق وشفناك تحت، بنعرفك منيح نور. شو هالثقة اللي عم يحكي فيها؟
وانت كيف يعني بدك تطلعهم بايدين مقطوعه؟ قلي كيف؟ مجوده يا حلو انت. شوف حبيبي، اذا مره ثانيه بتشوفها من ورا ظهرنا لميرا رح يكون حسابك عندي عصير، فهمان؟ يا حبيبي عليكم، كل واحد احربق من الثاني. سلام. مكتب. الو. ايه اهلين وسهلين. اهلا وسهلا، تفضل. مكتب. مكتب فين؟ عم بكلمك. وانت لسه بتقابل الزفتة دي من غير ما تقول؟ نزل نزل ايدك. يا ابن البنت دي عايز تخرب بيتنا. نزل ايدك. اسمعني. البنت دي بتلعب في راسك عشان تعمل لنا مصيبة جديدة. مصيبة شو؟ قلي مصيبة شو؟ اسنان ما حكتلكش؟ ما قلتلكش أي حاجة يعني؟ طب لو أنت مش مظبط معاها، خبيت علينا ليه إن أنت بتقابلها؟ أنا ما خبيت. بعدين لو بدي خبي أنا كنت... اسمع! يعني هي ما قلتلكش إن هي حامل من نور؟ وأنت شو عرفك؟ مش أنا الواحد اللي عارف يا أستاذ. أنا وأمير عارفين كل حاجة. وعلى فكرة هي حملت من نور قصد. أوعى تكون فاكر إن هي هربت كده وخلاص. لا، هي هربت عشان أمير كشفها. ليك شو ما كانت القصة ما راح يفوت لمخي انه امير بريء وما دخله. انا لساعتني شاكك بكل شيء عم بيساوي. انا ما يهمنيش ايه اللي في دماغك، اهم حاجه انه نور ما يعرفش ان هي حامل منه. وليش لحتى ما يعرف؟ اه قل لي ليش. حبيبي ما في قوه بالدنيا بتمنعها انها تقول له. ويكون بعلمك ميرا رح تعمل تحليل دي ان ايه، يعني عشان ما حدا يكون في عنده شك بالموضوع. يا أمير أنت فين؟ مجد عمل مصيبة. ما بظن إنه رجع يشرب، كلها مرة واحدة. مرة واحدة بالنسبة لفادي معناتها رجع ينتكس. أنا مشغول بالي كثير عليه يا نور. أنت بتعرف فادي إذا علق ما في شيء بشيله. المفروض ترجع تلحقه من أولته. ما بعرف إذا حيسمع مني ويوافق يرجع يتعالج، ما بعرف. بعرف انه الوضع صعب كثير هلا ومكركبين، بس هيدا الجو بخلي فادي يتورط اكثر واكثر. هيدا الجو المناسب بالنسبه له تيرجع يشرب. دخيلك نور مشاني. مشانك بس. تكرمي. مرسي. اصلا هيدا اللي كنت ناطرته منك. بدك شيء مني؟ مريا ما رح تعطيني فرصه؟ أنا بدي إياكي إليك. بتعرف شو بذكرني هيدا الحكي؟ نفس الشيء لما فادي بيحكي عن المشروب بس بيرجع بينتكس. يلا باي. شو شبعنا؟ من شو شبعت؟ اه؟ شو بدك مني انت؟ اه؟ قل لي شو بدك مني؟ اولا انا اخوك الكبير، لما بحكي معك بترد علي، فهمان ولا لا؟ ايه. وثانيا يا استاذ، ثانيا انا بدي اسالك بس، انت اخونا ولا بتشتغل دلدول عند هي الحقيره ميرا؟ انت ما دخلك باللي انا بساويه، فهمان؟ انا دخلني غصبا عن راسك لما الموضوع بيتعلق بمصلحتك وبمصلحتنا كلياتنا، فهمت؟ هذا الموضوع ما لازم نور يعرف فيه، لانه هي الحقيره عم تحاول تعمل كل شيء لترجع تدخل حياتنا من اول وجديد، فهم؟ انت شو صاير لك؟ شو صاير لك انت واخوك هاني؟ اه؟ شو صاير لكم؟ شو صاير لنا؟ لك يا زلمه بعد كل هاد تسالني شو صاير لنا؟ لك اصحى! امير انت بتمسك حالك وبتنقلع برا هذا البيت. انت بتعرف انه نحن مقلعينك ومالك فوتي عليه، يلا نقلع! نقلع! طبعا بلعك. لك ما فشرت عني. نزل ايدك، اكسر ايدك. ها شوفي، نزل ايدك عنه. نفدت نفدت. هذا اخوك لايمتى بده يضل لعبه بايد ميرا؟
لأنت بتضل حاطط لنا جاسوس هون؟ هذا الموضوع حليته أنا ومجد. طلع أنت من القصة كلياتها. لك أنت مو معقول شو بتحل؟ ولك ناطرينك كل هذا الوقت وما كنت تحل شيء. حليتوا مع بعض؟ ماشي، خد اللي عندي. أنا قاعد لكم هون بالبيت. ولا بني آدم، لا أنت ولا أنت ولا أي حدا من إخواتك بحق الله يطلعني من هون. طيب، يلا، تعال. أوعك، أوعك مرة تانية تتشاكل معه، ولا بتقرب عليه، فهمت؟ لك أخي مو عرسي، أنا حر. أنا بدي الناس ياكلوا ويشربوا وينبسطوا بعرسي. يا أخي بس والله أول مرة بسمعها، قال واحد بيقدم عشاء بالعرس تبعه. يا العالم بدهم يكونوا خفاف مشان يا أخي أنا بدي عشيهم، أنا بدي الناس يفرحوا لفرحي. ماشي، مثل ما بدك. خلص يلي بتشوفه هدول معازيمك، مثل ما بدك. لك إيه مزبوط، بس هذا عرسي. يعني إذا مختلفين كثير، خلص من أجله، أنا ما عندي مشكلة. ايه كريم؟ ايه؟ بالاوتيل؟ لك ايه بالمطعم تحت يعني؟ لك شو طولت زق؟ لا لا قوم تعال انت اذا جاب على. ايه ايه قاعدين انا وفرج. ايه قوم تعال. شو فراس هلا عم تشتغل؟ هي استاذ فادي صراحه منيح جيت، بدي بدك تطلع على كم شغله ضروري كثير. ليك والله مالي خلق اليوم، راسي مثل الطبل، في راسي مليون قصة عم يعمل هيك. سلام. بس في هدول الوردات إلك. هدول مين جابهم؟ مرقت الأنسة سلمى اليوم وتركت لك ياهم. طيب ماشي، تكفي لحالي شوي. شكرا. اوكي. لا تخافي، لا تخافي ميرا، أنا جاي حل كل القصص اللي بيننا. اطلع لبرا. عن جد أنا ندمان على كل شيء. أنت واحد واطي. بعرف. اطلع لبرا. بعرف إني واطي، بعرف إني واطي. أنت تعرفي إنه أنا واطي كل اليوم. أنا شو بتعرف؟ واطي مع الناس اللي مثلكم، فهمتي ولا هيك؟ حالك عم تتشاطري يعني وعم تضحكي على نور وتورطيه وتورطينا؟ لحظة روح. مبروك الببو حبيبتي. مبروك مش عارف. لك هذا الببو حرام اصلا يكون عنده ام مثل حكايتك، فهمتي شو؟ حرام عليك عم تعملوا. والله العظيم انا اتفقت مع نور لنطلعك من القصة. طلعوني من القصة؟ يا ماما شو خفت؟ خوفتوني حبيبتي كثير. ولك انا المجنون ولا هيك؟ انا المجنون؟ سمعني بالمجنون؟ انا هو المجنون؟ ها؟ ربك يا كريم. شو رأيك يا الرأسة؟ ها؟ العين بتطرقك حيواني. خذي لشوف يلا. شو؟ حبتين وجع رأس. شو عم تعمل؟ شو عم تعمل؟ شيل ايدك. انت حرام تكوني أم وليك؟ حرام تكوني أم. لا كبروا. اوكي 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 اوكي. شو عمل لك؟ توبرين مش عمل لك؟ رعب. طلع برا حيوان. طلع برا. طلع برا يا كلب يا لعن. طلع برا. توبرين توبرين شو سوي لك؟ حبيبتي انت ما لازم تبقي لحالك، قلت لك ما لازم تبقي لحالك مع هول النور. انت شو جايبك هلا؟ حبيبتي لقيت بيت، جيت لقلك انه ما بيقدم مصاري هلا مش وقتها. توبرين بتاعي حياتي.
مضى المشوار إينا صغار ما بتنقاس بعدد السنين هالأعمار دروب تعباني قدم نقلوب عمراني نبقى اخوي وما بيصير كل اللي صار حتى لو اخوي عالورق بكف العمر اللي اتسرق ديت صمت تشوفه حجم الدمار مشوار إينا صغار ما بتنقاس بعدد السنين هالأعمار رغم اللي صار يا أهل الدار لازم بفراح وبورد تنط في النار مشينا دروب تعبان قدم قلوب عمراني نبقى اخوي وما بيصير كل اللي صار حتى لو اخوي عالورق بكف العمر اللي اتسرق ديت صمت تشوفه حجم الدمار مشينا دروب تعباني قدمنا قلوب عمراني مدام هلا بقدر اطمنك 100% انه الحمد لله العين اللي جبتيها متطابق مع عينة الجنين فعلشان هيك بنقول لك الف مبروك شكرا الف مبروك بكفي العمر اللي انسرق بقيت صمت تشوفه حجم الدمار خير ان شاء الله شوفي تفضلي أنا جايبت لك خبر بهمك خلصيني شو هو قليلي شو رح تساوي لما تعرف أنه أنا حامل لعبي غيره عم بحكيك عن جد نور أنا حامل وحامل منك حامل مني أنا تتذكر ليلة الشط؟ تتذكرها؟ لحظة لا ليلة شط ولا غير ليلة شط مفروض قال يعني إني أنا صدقك هلا؟ قليلي لشوف مفروض صدقك؟ إيه يعني هذا الموضوع ما بيلعب فيه مين طلع بيها القصة هي؟ أنت ولا أمك؟ بشرفك نور مو وقت الإهانات هلا أنا عملت فحص الدي إن إيه تفضل معي النتيجة وماجد ساعدني وجاب لي عينة منك قلي لي شوف ليش استنيتي لهلا؟ ليش هلا؟ لأنه كنت خايفة نور كنت خايفة إنك تفكرني عم بستخدم الولد كورقة ضغط عليك لحتى ما ترفع علي دعوة أنت فكرتيني حمار ما؟ حمار لحتى تسوقي علي هذا الحكي اسمعي لي لك شغلة بكل هداوة هذا مو ابني ولا إلي علاقة فيه عم تستوعبي لهذا الكلام؟ ما إلي أي علاقة بكل هذا الكلام اللي عم قوله صح بس اللي ما عم بستوعبه إنه كيف ابني رح يصير عنده أب مثلك لازم كسر لك راسك بإيدي صافف معها بدك تبنيني بولد أنا ما دخل هي من الأساس جايبة تحليل منها لحالها
يا بني آدم يا فهمان، هي عم تضحك عليك، عم تضحك عليك، افهمها. لك حامل منك، مخلوقة حامل منك، شاي عم تقلي عم تضحك علي؟ شو صاير لك انت؟ قلي فهمني، شو صاير لك؟ ما لا حامل مني، انت موهوم ضحكاني عليك، عم تضحك عليك. هذا اللي ببطنها ماله ابني، افهم، مو ابني. واذا متاكد كل هالقد لك عن ليش معصب؟ ماني معصب انا، ماني معصب ابدا، بس عم بجرب اقنعك. هاي المخلوقة عم تستغلك مثل ما استغلت كل هالعالم قبلك، افهم. قلي لشوف، قلي لشوف، مين غيرك بيعرف انه هي حامل؟ مين؟ دكتور في شيء جديد؟ هلا في شوية تحاليل بدنا نسوي لإياهم، هلا الممرضة عم تاخذ العينة. كيف شفتها؟ ما بعرف شو بدي أقول لك، هلا هي وضعها منيح، حالتها مستقرة. إذا بتضل هيك بتكون محققة معجزة طبية. بس كلياتنا بنعرف إنه الوضع مو هيك. لما بدها تنتكس وتبدأ ما لازم نكون متفاجئين. لهيك خلوها مروقة، خلوها مبسوطة، هذا أحسن شيء بتقدمه لها. شو؟ كيف كان؟ كيف بده يكون يعني؟ مثل العادة. مش عم بفهم قد ايه الطب والطوار ما عرفوا يخترعوا شيء يشيلوا فيه دم من الإنسان بلا ما يشكوا هالإبرة. أخذت وبتحللهم هلا. أنتِ ما في أحلى منك بالعالم. بلا فادي. بلا في. أنت أحلى مني بكثير. خير، شو بدك؟ جاي اقول لك انه ميرا عم تتعذب بسببك. لانه ما مرقت علي كذبتكم. منا كذبه. ميرا حبلي منك. طيب، وصلت المعلومه اللي الله يعطيك العافيه، تفضلي اطلعي برا. نور، ميرا مظلومه. ميرا ما دخلها. كل شيء انعمل عملته أنا وأسيل. ليه عم تحملها لقلها المسؤولية؟ هي عاشت بكذبة، كل عمرها عاشت بكذبة. انضحك عليها مثل ما انضحك عليكم. فالله يخليك. حرام ميرا، ما لها ذنب. هي أول مرة عم بحكيك دغري لأنه ما بدي بنتي تتعذب أكثر من هيك. الله يخليك نور. هي بعدتك تقولي لي هذا الكلام؟ ابدا، هي ما معها خبر اني جاي لهون. طيب، قبل ما تورجيني عرض كتافك بتقولي لها بيسلم عليك نور وبيقول لك اذا كنتي حامل فروحي دوري على اب تاني. انا ما دخلني بهي القصه من اولها لاخرها. يلا. عم تغلط نور، حرام عليك، ليه عم تظلمها هيك؟ مظبوط، عم اغلط. يلا اطلعي برا. يلا. يعني بشو مالك فكرتك شهم؟ يعني هيك اليوم انتبهت كيف الناس عم تطلع علينا نحن الاثنين.
وقت نكون مع بعض بحسونا كنا احنا اثنين بنحب بعض ومع بعض صرنا زمان. بدي اعرف عن جد قديش بقيان من نور جواتك. تعال نتفق على شغله. انا ما عاد بدي ابك حالي بالاسئله. اصلا عم بعيش كل لحظه بلحظتها. طالما انا ما عم بجيب سيره النور فما في لزوم ندور عليه جواتي. انا بطلت عم دور عليه. بس ما عاد عندي وقت لحتى لاقيه ولا حتى انسي. اسمعك اللي بشوفناك فعم نطلع ببعض بقول مغرومين ببعض مش بس من حد بعض. بيت؟ اعوذ بالله ما ممكن اقبل. كتير يا نور، يعني خلينا نحكي بالمنطق. شو ما تقبل شو هالحكي هذا يا فراش؟ هذا أقل شيء أنا ممكن أقدم لك إياه وإخواتي يقدموه بعد كل هذا التعب. ما ممكن نحن نقبل تقعد بالإجرة ولا تقعد بوتيل وبعدين انسى المعزة. أنت من ريحة أبي الله يرحمه. طبعا أنا بتمنى ومن كل قلبي تجي أنت وياها وتعيشوا هون، بس يمكن بيت حل أحسن. ألف مبروك. الله يبارك فيك والله كتير كتير كتير. خليني أفكر. لك خلصنا بقى، شو تفكر ما تفكر. ألف مبروك فراش. البيت بعتت ناس ينظفوا رح يكون جاهز، بلشوا حياتكم هنيك وإن شاء الله حياة حلوة وبالرفاه والبنين. الله يخليك وشكرا كتير، كتر خيركم. يعني الحياة تعب ما ضاع فيكم. خليني أشوف ملك. تفضل فراش. إن شاء الله ألف مبروك. أنت بتستاهل كل الخير، مو بس بيت، أكتر بكتير. شكراً. أنت بتعرف نحن من جواتنا قديش بنحترمك وبنحبك. شكراً. إن شاء الله ألف مبروك. شكراً. يستاهل فراش. يستاهل كل الخير. بس يعني كان المفروض تأخذ رأيي ولا أنا غلطان؟ هلا أنا ما بحب دخلك بالقصص، بس على كل إن أخذت رأي إخواتك بكفي. بكفي يعني أنت مالك معتبرني من العيلة. شو عليه؟ مو مشكلة. طالما فرج بيستاهل فما في مشكلة. إيه ده يا أمير؟ هدية؟ لا هدية ايه؟ دي حاجة أكتر من كده بكتير. ليش يعني؟ لأنها غالية؟ أنت بتستاهلي أكتر من هيك. أمير أنت عايز مني ايه بالظبط؟ يا خويا يا ابني مش أمي ولا أبويا ولا دمي ولحمي.
عشان شمعتنا بتقيل بإيدك وإيديا ندريها. يا خويا يا ابني مش أمي ولا أبويا ولا دمي ولحمي علشان شمعتنا.